لكن اسمح لي أسأل الأول حضرتك عن الصندوق. إيه آليات عمل صندوق مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان؟ الحقيقة الصندوق هو آلية الدولة في خفض الطلب على المخدرات. يعني إيه خفض الطلب على المخدرات؟ يعني وقاية، يعني اكتشاف مبكر، يعني علاج وإعادة تأهيل. هل الصندوق بيشتغل لوحده؟ لا على الإطلاق. في خطة قومية اعتمدها مجلس الوزراء في عام 2015 وجاري حاليا تحديثها، إن شاء الله يعني في خلال الشهر الحالي يتم إطلاق خطة جديدة على مدار العام المالي المقبل، ومعانا فيها 11 وزارة معنية بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية المعنية بقضية المخدرات، لأن قضية المخدرات الحقيقة متشابكة جدا، وبالتالي ما نقدرش ان احنا نركز على بعد معين في هذه القضيه. محتاجين ان احنا يبقى معانا البعد الاجتماعي، محتاجين يبقى معانا البعد الصحي، البعد الديني. بالتاكيد كل ده كمان بيكمل جهود الجهات الامنيه اللي بتعمل بالاساس على ما يسمى بخفض العرض على المخدرات. اذا الصندوق مسؤول مع الجهات المعنيه على الوقايه الاوليه، على الاكتشاف المبكر، على العلاج واعاده التاهيل. شرفني ان انا اعرض كل المحاور في حلقتك النهارده. اقدر اسال حضرتك او ينفع حد يسال حضرتك يقول لك الثلاث اليات دول ايه اهم اليه فيهم؟ انك تبدا الاول من التوعيه او الاكتشاف المبكر او العلاج. كان زمان كان كل الدول بتركز على الجهود الامنيه. هاني دلوقتي كمان صحيح. بقى جهود خفض الطلب على المخدرات. وليه بنقول خفض الطلب على المخدرات؟ لان مفيش دوله تقدر تقضي على المخدرات، لكن تقدر تحد من مشكله المخدرات بشكل كبير. بالتاكيد خط الدفاع الاول هو الوقايه الاوليه، وده اللي احنا بنركز فيه في الفتره الحاليه. كل جهودنا بتركز على الوقايه الاوليه، او معظم هذه الجهود، لان هي الحلقه الاساس. ويمكن احنا بنحاول ان احنا نسعى ان يبقى في عندنا طرق جديده في الوقايه، طرق بتعتمد على الشباب انفسهم. الوقايه دي اللي هي اول خطوه، اول خطوه التوعيه من خلال شاب لشاب، هو ده اللي احنا بنعتمد عليه في الفتره الحاليه. بنفتخر ان احنا معانا 26,000 شاب متطوع متواجدين معانا على مستوى الجمهوريه. الله. هم اللي بيقوموا بعمليه التوعيه في كل التجمعات الشبابيه، على مستوى المدارس، على مستوى مراكز الشباب، على مستوى المعسكرات الشبابيه. فخورين كمان ان احنا عندنا حاليا منهج متكامل لتناول قضيه المخدرات في المناهج التعليميه في مرحله التعليم الاساسي. في عندنا 5 مواد دراسيه بتتناول قضيه التدخين والمخدرات، وان شاء الله السنه اللي جايه كمان هنبتدي ندخل هذه القضيه في مناهج التعليم الفني.